لا للعنف في الملاعب الجزائرية ومرحبا بالعائلات في المقابلات الكروية، شعار اتخذته الرابطة المحترفة الأولى عنوانا للقاء كروي جمع بين نصر حسين داي وشباب قسنطينة، عرف تفوق النصرية بهدفين نظيفين وبحضور جماهيري غفير، الاستثناء فيه كان بحضور العائلات. هذه أول مبادرة داروها، جيسبيغ سا سرا با لا ديرنيير، وكل حاجة عندها ان ديبي. C'est un qu'un début, c'est un qu'un commencement et ça va venir la suite. Plus tard, on dira à faire les jeunes ou les familles où il y aura gain les commodités. C'est la première fois qu'il dit qu'il fait le plan. Papa a donné la surprise. Je suis venue très bien. العائلات التي حضرت اللقاء لم تخفي امتعاضها من نقص المرافق في الملاعب الجزائرية وسوء التنظيم قبل أثناء وبعد اللقاءات. ماشي ملعب هذا يا خويا، سانسيغمون بتلو ساندي انايا. وعلاش ماشي ملعب؟ ماشي ملعب، انا مانيش فيه باللي مهيئ، ما راهوش مهيئ باش يستضيف عائلات. قعدت ميم با 45 مينوت جيتي با اليز. جيتي با اليز خويا. جينا لقينا لي تريبين ولا غير موسخين، ما عجبنيش الحال. نورمالمون عندهم بزاف هما يهضروا على الماتش هذايا باش نجيبوا العائلة تاوعنا، باش نزيدوا نخموا نجيبوا كراطن معانا باش نقعدوا في الاستاد، سي با فوزان. مبادرة مماثلة يرى فيها المسؤولون بادرة خير للحد من العنف الكروي الذي يبقى الجميع ملزما بمحاربته وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق هذا الهدف. مبادرة جميلة في جو عائلي كما قلت، هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية شاملة في الاتصال. لهذا نطلب من كل يعني المسؤولين وين كانوا، في الملعب، في الفريق، في الاتحادية، ما يزيدوش العنف تاع الألفاظ على العنف تاع الجسمي. كبداية يعني نقدر نقول أنه مبادرة تستحق تنويم، النقائص نحاول أنه نحصيهم ونحاول كيفاش نقضي عليهم في المستقبل. صحيح انه ملاعبنا واحنا نعرفوا انت تعرف وكل الناس تعرف انه ماهيش مهيئة كما ينبغي لاستقبال العائلات، ولكن هذا ولما نبقى مكتوب في الايدي. اذا كان هذه المبادرة تحبسها هنا ما داروا والو، سي لا بودروزيو، هذا ما كان. واذا هذه المبادرة عاودوا يعني يحاولوا بها في تيجي وزو قسنطينة وهران ويعاودوا يولوا الحراش ويعاودوا كذا، هادو نقول لك باذن الله راح نلحقوا النتيجة المرجوة. لا للعنف في الملاعب فكرة الجميع مسؤول عن تفعيلها للنهوض بواقع بطولة اتخذت من الاحتراف اسما ولم تعمل به فعلا.